توضيح الواضحات من الفاضحات. ننتظر من سيعبر من سينتصر على من. تبدأ المباراة والكرة من جونيور علاء الفوني القادم من نادي الأخضر. علاء الفوني إلى حسين صالح، مرتدة لمصلحة الفهود، مرتدة مكاري يرسل كرة اتجاه تيري يتقدم تيري يا سلام، ولكن حسين سلطان تغطى من جديد عن طريق ألفا أمام أدو، تعود لحسين صالح وهذه الإعادة في التصدي. حسين سلطان كرة طويلة باتجاه مالك والحكم يقول لا وجود لخطأ. مالك الحاسي يرسل كرة جميلة إلى علي رزق تسديدة، الله، تسديدة جميلة من علي رزق والإبداع من حسن المجبري، تصدي ولا أروع من حسن المجبري. هذه التمريرة بخارج القدم إلى علي رزق، علي رزق يتقدم إلى منطقة الجداء، وتسديدة والتصدي ولا أروع من حسن المجبري، تصدي ولا أروع من حسن المجبري. حسن المجبري تصدي ولا أروع، هذه الإعادة وهذه تسديدة علي رزق وهذا التصدي الرائع. أيهم الغويل ومحسن لوجلي على التنفيذ، يوصل الكرة إلى منطقة الجزاء. مكاري جول تيري والإبعاد، كادت تأتي بالجديد، كاد يكون أول أهداف المباراة بعد التدخل من يوسف ساطي، ولكن الإبعاد من عبد الله العبد. يوسف ساطي يرسل الكرة باتجاه مكاري والاستلام من مكاري إلى أيهم الغويل إلى أحمد العبار، أحمد تسديدة، أحمد الله، فهد التحدي يصيب طير الكناري في مقتل، فهد التحدي يصيب طير الكناري في مقتل، أي هدف، شوف التسديدة، يا سلام يا عبار، يا سلام، منذ لحظات كنت أقول أحمد العبار. لمسة يد من أيهم الغويل، يكون خطأ لمصلحة عبد الله العبد. طه برواق يحاول المراوغة، طه كرة أرضية ورزق مراوغة ولا أروع، ولكن الإبعاد والاستماتة من محسن لوجلي، الإبعاد والاستماتة من مرتدة مكاري وخطأ لمصلحة الفوز لمصلحة مكاري، خطأ لمكاري. هات الإعادة يا مخرج، هذه مراوغة طه برواق والتمرير بالأرضية إلى علي رزق، ومراوغة من علي رزق، يا سلام، وتسديدة، ولكن الاستماتة كانت من محسن لوجلي وقبلها من المخضرم ولاعب المنتخب الكاميرون. تسديدة لأحمد، أحمد العبار، أحمد كرة عرضية، الله، ركلة ركنية، وهذه تسديدة، مراوغة من العبار وتسديدة باليمين والإبعاد من حارس المرمى. مرتدة طابر واق، طه إلى مالك الحاسي، مالك يتقدم، مالك إلى طابر واق، طه إلى ممادو، والإبعاد من حسن المجبري. جديد إلى منطقة الجزاء، السلام وتسديدة، ولكن سهلة بين أحضان حسان المجبري. هذه تسديدة مامادو، علي رزق، تمريرة إلى مالك الحاسي، مالك إلى جاسم خامس إلى منطقة الجزاء، وتسديدة برأسية، وهدف التعادل من ألفا مامادو. الكناري يعود في المباراة، هذه أرضية جاسم الخامس وهذه رأسية ألفا مامادو، وهدف التعديل لفريق الصداقة. باتجاه مكاري، ولكن تطول على مكاري إلى جمال عبار، إلى وسط الملعب، إلى ألفا مامادو صاحب الهدف. مامادو إلى طه برواق، طه كرة طويلة باتجاه ربيع، ولكن الإبعاد
إلى مكاري، مكاري إلى براوي، براوي مكاري تسديدة، مكاري يا سلام، مكاري إلى براوي، مكاري ركلة جزاء، ركلة جزاء براوي، ركلة جزاء واضحة، ركلة جزاء وهذه الإعادة، ركلة جزاء لمصلحة فهود. وهذه الإعادة والضرب واضح من حسين صالح على براوي البديل براوي، ولكن قبل ذلك كانت مراوغة ولا أروع من مكاري بيمينية محمود علي، محمود علي وجمال سلطان، محمود علي ولا، وهذه الإعادة محمود علي، انطلاقة جاسم، جاسم إلى منطقة الجزاء بالصدر وتسديد، الله السلام يا براوي، براوي إلى علي عز الدين، علي علي كرة عرضية إلى علي مكاري، ولكن الإبعاد من قبل مامادو أو جاسم الخامس ويكسب.